في معلومات كتير مهمة للاجئين، يعني للمواطنين الجداد بمجال الاقتصاد، يعني بتأسيس شغل الخاص بفيينا وبرات فيينا. استنونا بحلقة جديدة لنور شو قريبا. ومن سنة 2000 أنا كنت بمركز الكاتيل بباريس لمدة 5 سنين. أستاذ فراس، بنلاحظ في الآونة الأخيرة أنه في سلبية مقصودة تستهدف المهاجرين وخصوصا اللاجئين، سواء في الإعلام أو في توجهات حكومة اليمين المتطرف الحالي. بعض الأشخاص بتهمها هذا الموضوع. طبعاً. بدي أحصل على الجنسية، معناتها كيف بدي أوصل لهالمرحلة؟ معناتها لازم أستقيل من المساعدة من الدولة. الـSBV بيعرض استشارات مجانية كمان بدون ارتباط. أستاذ فراس، سؤالي الأخير، هل يؤثر حضوري لورشات العمل أو تقديم الاستشارات بخصوص تأسيس شركة خاصة على حصولي على مساعدات الحد الأدنى للمعيشة بشكل سلبي في مكتب العمل؟